يقضي الشيخ زايد محمد فارس جل وقته داخل مكتبة ورثها من أبيه في بلدة بردرش بين نينوى ودهوك، مكتبة افتتحت قبل نحو 3 عقود من افتتاح أول مدرسة في البلدة، وتضم كتبا ومخطوطات نادرة تعود لأكثر من 186 عاما. تعود إلى سنة 1936 سنة. هذه المكتبة نستطيع أن نسميها مكتبة قيمة وتاريخية، لأنها تحتفظ بمجموعة كبيرة من الكتب القديمة والقيمة والنادرة والمخطوطات القديمة التي تعود لكتب لأكثر من 186 سنة والمخطوطات أكثر من ذلك. مكتبة الشيخ كما تسمى أسهمت في تعزيز المعرفة والثقافة لدى سكان بردرش منذ عقود، إذ استخدمت مرجعا لبحوث التخرج الدراسية نظرا لما تحتويه من مصادر قيمة ومتنوعة. هم من موصل، من بغداد، من بصرة، بصراحة تعجبوا من نماذج، هيش نماذج ما كان موجودة بمكتبات الجامعة آنذاك، فكان موجودة مكتبة الشيخ. وعلى هذا الأساس أنا كان تقييمي أخذت امتياز ببحثي، هو فرض التعليم الإلزامي على أهالي القرية. يعني أتذكر بيتا يعني فرض عليهم أولادهم ما قبلوا رفضوا يدزون ولادهم وأولادهم بناتهم للمدرسة، فطردهم من القرية بصراحة. ولا تزال المكتبة تشهد زيارات للقراء والباحثين، فيما يحاول مالكها الاهتمام بها قدر المستطاع لكونها كنزا معرفيا وإرثا مهما بالنسبة إليه.